أكبر غلطة فيها تعملها الست هي عم تلبس أو تنقي تيابها هي تلبس شيء ما بيلائم جسمها. يعني أهم شيء وحدة تعرف كيف شو فورمة جسمها تقدر تعرف كيف تلبس له وكيف إنه تبين وتبرز القصص الحلوة فيه وتقدر تخبي القصص الأقل حلوة فيه. أنا بالبوتيك مثلاً صرت أخذ مقاييس كتير بنات وثلاث أرباعنا بالمنطقة عنا فورمة جسم بشكل تراينجل. سو عنا السكشن اللي تحت الوراك عنا أعرض من السكشن الفوقانية اللي عنا بجسمنا. فالشغلة اللي بتميزنا بهالفورمة الجسم كمان إنه الخصر كتير كتير محدد وصغير. فشو بدنا نعمل هو انه نحدد انه نبين الخصر صغير ستكون القصه مثلا على الخصر الطبيعي وين اصغر شيء نحن عنا اياه تنبرز هالخصر ونقدر نلبس مثلا او بنطلون او تنوره تكون ما كثير ضيقه على الجسم تقدر نخبي شوي البارتي اللي اعرض من جسمنا ونرجع من فوق نلبس او كمام او اكسسوري يقدر يعرض الكتاف. سو مثلا الكمامه اللي بتجي لبرا خصوصا بفساتين الاعراس اللي بتجي هيك بتنزاد على الفستان كثير بتلائم هالنوع على الجسم لانه بتكون الوحده عم بتساوي يعني الفوليوم اللي من تحت مع فوق وتبرز خصرها الكثير صغير.